فإذا أحبك الله ويتشكونون، ما السبب؟ لا يوجد عندهم رضا، أو هناك ضعف في الرضا بقضاء الله وقدره. قال: الصبر من الرضا بمنزلة الرأس من الجسد، لا يصلح أحدهما إلا بالآخر. صبر، الصابرون هم أكثر الناس إيمانا بقضاء الله وقدره. فبالتالي أيها الراضون أبشروا بالصبر، وأيها الصابرون ما صبرتم إلا لأنكم وفقتم إلى الصبر. أيها الصابرون لم توفقوا إلى ذلك إلا برضاكم بقضاء الله وقدره. نعم.